Ülkeler arası komşuluk sözünden ne anlıyorsunuz? Yani şu tamu ülkeler arası komşuluk. Yani المجاورة بين البلدان انه الجيران. komşuluk شنو احكي مجاورة انه تكون جار مع البلدان الاخرى. ülkeler arası sözünden ne anlıyorsunuz؟ ماذا تفهمون من هذه الكلمة بمعنى هذه الجملة؟ الجواب برجع أسأل باشا سهر يصير تبخر شوي شوي طلع لنا واحد أفندم هجوم. أعطي عم يحكي يعني شو بتفهمون من جملة المجاورة بين بلدين؟ يجي هي يقصد العلاقات السياسية غير لا علاقات بين البلدين. إنه مثل ما هلأ كانوا عم يحكوا بالدرس عن الجيران، فعم يحكوا هلأ إنه بين البلدان جوارة، تفهموا منها؟ مثلا devletinizin komşu ülkelerle ilişkileri nasıl؟ أنه دولتكم مع الدول المجاورة علاقتها كيف؟ ilişkileri nasıl؟ Bir de siz komşu ülkelerinizi ziyaret ettiniz mi? Hel zurtum buldanikum المجاورة komşu ülkelerinizi ziyaret ettiniz mi? Komşu ülkelerde arkadaşlarınız var mı? Hel yujad لكم أصدقاء من الدول المجاورة يعني دولة الجارة لجنب جنب دولتنا اندمج كثير Evet hocam, ziyarettim nereye؟ Türkiye ve İran. İran'a gittim ziyaret ettim Evet. evet. Ama arkadaşlarınız yok. Var benim. Evet. Tamam. Var var. Peki. هي مو صارت عدة ست بهار صديقي صحيح تمام والله. ماني ونطن. احنا ما زرنا بس صارت عندنا أصدقاء إن شاء الله. صار عنا. والله إن شاء بعد الله. الحرب السورية صار عندي أصدقاء كثير من الدول المجاورة. أوكي طبعا أكيد. إيه بعد ما أجينا مو بعد الحرب بعد ما أجينا على تركيا يعني مو عن جد بيقولوا على الفيس بيكونوا موزعين بيقولوا إنه على أساس أجيت على تركيا أتعلم تركي فصرت أتعلم اللهجات أنا هيك صار معي يعني صرت أتعلم العراقي والديري والإدلبي اللهجة يعني لأنه كل الأجانب اللي جايين هون بدهم يتعلموا مثلا بدهم يتعلموا تركي فبنصير نحكي معهم بالعربي ولهجات صدق هاي الدراسة درستوها نافذة للمناهج؟ لا والله أنا منهاجي كان غازي أنت وشو كازينو أكو تسميات أو شو يعني شنو ذا النعود؟ الكتب يعني هذا يسموه مثل منهاج اسطنبول، أكو يسموه ما أعرف هي يعني مناهج أخرى أحسن اللي منهاج هو منهاج اسطنبول سهل وبسيط والواحد بيتعلم بسرعة في مناهج لا يعني شنو الفرق؟ شنو الفرق بيناتهم؟ نفس الشيء القواعد نفس الشيء ما في اختلافات يعني نحن أخذنا نفس القواعد بس إنه إيش في كتب كتاب القواعد لحال بيكون كبير كتير فيها كل القواعد والكتب القراءة والكونشما واليازما لحال بس إنه المواضيع عنها بتكون مختلفة شوي لكن تقريبا تعرفوا الكلمات كلها نفس الشيء في خاف يعني مواضيع المؤلفين يختلفون مثلا أساتذة أيوة متنوعة إيه
اي على حسب كل استاذ. ايه كل منهاج مختلف، في مناهج تكون صعبة شوي، فيعني كليات كل اللي يساوي الكتب يقولوا انه ابسط منهاج واحسن منهاج هو منهاج اسطنبول، فلهيك هو صار دارج شامل شامل ما مقسم مجزئ. ايوه لا غير هيك انه هو ايوه الواحد بيفهمه بسرعة، هيك حكوا يعني. انا بصراحة ما اخذت، بس شوفوا هيك مين بعرف القواعد ليش، لانه يعني متشابهة كثير، نسبة 90%، في اختلافات صغيرة، ما بتعرفوا الجمل بتضل مثل ما، واللغة بحر. Mesela burada konuşma var diyor ki ülkenizdeki komşuluk ilişkileri nasıl? Yani bir belet kom el mücavara alakat mücavara keyif anlatalım. Kaleyen işrah. Komşularınızla sık sık görüşüyor musunuz? Hel teltekun bir kesra. Sık sık mana bir kesra. Ma cihranakum. Cihranakum. Komşularınızla. والثاني يقول evinizde في منزلكم في بيتكم في شيء اكتك olunca komşularınızdan isteyebiliyor musunuz؟ إذا كان في عندكم نقص في البيت مثل سكر شيء فيكم تطلبوا من جيرانكم isteyebiliyor musunuz؟ يعني هل تستطيعوا أن تطلبوه من جيرانكم؟ إنه هن ما بيعرفوا عن جد يوك؟ يوك 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 عندكم؟ عيب عيب عندنا مو هذا يعني مثل السكر أو شيء إيه من يطلب فشلة هذا يطلب عيب عيب والله والله نحن نطلب وهن بيطلبوا بس إيش جيران السوريين بعد شوف مو هي اكو يعني عادي مثلا خلينا نقول يتبادل بس اكو لا يظل بس واحد مثلا هيك غريب يعني مو كثير يعني وقت الحاجه انه يكونوا الدكاكين مسكره مثلا ولو هي الصورة كانت قبل يعني الصور قبل كانت شويه قبل عيب قبل كانت قبل الصور يعني بس هسه لا أتصور قبل يعني الجيران لأن أكثر اختلاط يعني فصير ربما عدم الجلة شون إحنا سيسموها أهل ولاية يمكن قبل لأن كلش يتخالطون الجيران وهاي ويعني كانت الجورة حلوة يعني علاقات قوية هسه لا إيه 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 كانت يعني كمان عندكم حسبنا الله مثلا هاي بأشهر رمضان يتبادلون إيه إيه هسه هم قلت يعني قلت هاي الشغلات تخيلوا نحن أول ما جينا ندق على باب الجيران ما يفتح ويطلع منه حدا غريب والله لا مو هالدرجة والله هيك والله تراكي بس ايش عجب الاتراك يعني هم هم عندهم هيك عادات وهاي يعني ساعات نشوف المسلسلات يعني هم هيك مو دول الناس اللي ما ادري ايش يسموهم ارستقراطيين وهاي يعني خلينا نقول دول اهل الضيعه وهيك يعني عندهم شلون جوره عندهم المحبه عندهم التزاور يعني ايش عجب يعني يعني خاف هم بس دول اهل الضيعه اللي هذه والله كانه بس الضيع كل المناطق الشعبيه ايه هون مثلا منطقه الاغنياء شوي فمثل ما حكيت لكم الباب ما بيفتحوا إيه بلا أتمازلر كبي بلا أتمازلر ما بيفتحوها ومشغولين على طول بلا يعني حتى الباب حتى هنا حتى هنا هي شاي الطبقات الراقية والهاي ما والله ونحن معهم يعني نفس البناية بس من نفتح نحن أتشرز كابي أتشرز بيز شنو معناها هاي؟ كابي أتشرز أقول كابي بلا أتشمازلر يعني حتى الباب ما بيفتحوا والثاني أقول
كابياتا انه نحن نفتح الباب. O zaman evinizde bir şey eksik olunca misafir yani konu hoşbeyt komşularınızdan isteyebiliyor musunuz? Ben diyorum ki evet. İsteyebilirim. Ama ne derim biliyor musunuz? Yani bahki enno صار عندي بشتري لهم مثلا اخذت ملح بشتري لهم علبه كبيره جديده كتعويض يعني onlara bir şey karşılık verebilirim. أعطيهم كمقابل شيء. إذا كان عندي شيء أو حتى بدون مقابل يستقبلني. Normal. Ama Mahmut Kutti hayır isteyemem. Hayır. Hayır yok. İsteme. İsteyemem. İsteyemem. Çünkü ayıptır. Çünkü ayıptır. Ayıp. Ayıp. Yani sen ne dersin? Der. İsteyebilirim hocam. Sen komşulardan isteyebilir misin? Hayır, istemem. Gerçekten mi? Sen de mi? Hayır. İsteyemem. Vinti Maria. Maria Kulila. مو كل الجيران في جيران بيننا في جيران لا ما بيننا يعني أخذ وعطاء الله ذم يعني إيه يعني مو إيه أي طبعا ما نحن كمان ما بندق على حي الله بواب إيه إيه تيستي هو هذا اللي متعودين عليه يعني نجيب مثلا شغلات كثير خضرة كثير نعطي للجيران نوزع يعني عادي ياخذوا إيه يعني ما في هون السوريين يخافوا يوزعوا شيء على الأطراف لأنه بيكبوا بيفكروا حاطين له شيء أي أطارلر لا التوزيع عادي يعني مثل تسوين فد شيء خصوصا هسه هي أيام شهر رمضان مثلا إحنا عدنا نسوي ثواب أي مثلا أي بس مثلا اروح اطلب لا فشله صعبه يعني كل الجيران يعني اكو جيران بيننا طلب اي عادي ميانة اي اي هو مو لازم اي اكو لا ما يصير واحد يطلب فشي يعني مثلا بس يعني يطلب هو لا هم يكون هو هم يكون يعني شلون هو هم يبادر يطلب كشكر يعني مو كبداله يعني حسب علاقتك ويا الجار يعني اي صح لا والله يا حلوة الجورة بس بعد هسه تخافين تجاورين يعني دخلين ويا حد وشي زمن تغير والله سوى الجار لا بالعكس